بالنسبه للاخ ديالي اخر اتصال كان معاه هو نهار الاربعاء، كانوا داروا معاه يخلص الفيديا ما خلصهاش، صافي حيدوا ليه التليفون. انا التواصل ديالي معاه فقط عبر بعض الاشخاص اللي كاينين تما عندهم هما هواتف كيوصلوا لي اخبارو فقط. اخويا ما كاينش كيفاش، حنا هما طالبينها عمله رقميه وحنا العمله الرقميه غير قانونيه، ما كاينش كيفاش غادي نصيفطوا الفيديا. داكشي علاش حنا هنايا باش الدوله تدخل وتلقى لهم شي حل. مع الوزاره كنا حطينا الشكايات ديالنا وحنا دابا اليوم باش نتذكروهم باش يخدموا معنا. هادشي اللي كاين، حنا عندنا كامل الثقه كما قلت في الوزاره ولا في اي مؤسسه عندها دخل، وانما فقط للتذكير ويسرعوا يخرجوا دوك الضحايا اللي كاينين تما، حيتاش الله وحده اللي عالم بالتكرفيس اللي كيعانيو منه. هادشي بالنسبه للاخ ديالي قرب يكمل شهر، حيتاش هو غير وصل تما تقريبا شي يومين وهو يفجر هاد القضية. هاد القضية راه كانت تقريبا من 2022 ولا قبل، ولكن الناس ديال الضحايا العائلة ديال الضحايا كيكون عندهم واحد التخوف، ما بغاوش يخرجوا بواجه مكشوف، مخافة يعني داكشي ينعكس على الضحايا. حنا كما دار الأخ ديالي هو كانت عنده واحد الجرأة، خرج بفيديو من تما وكملنا عليه حتى حنايا، يعني سولنا في وسائل الإعلام باش نوصلوا الصوت ديالنا حنا والصوت ديال باقي الضحايا وما يكونوش ضحايا آخرين اللي يطيحوا في نفس الموقف. هادشي اللي كاين. خويا بالنسبة لهاد الوقفة كما كتشوفوا حنا شحال هذا وحنا كنخرجوا للإعلام على أساس أن الدولة تحرك ودير شي خطوة، وحنا هنا فقط للتذكير. حنا يعني عندنا كامل الثقة في الأجهزة، في كامل الثقة في المؤسسات ديالنا، إنما غير فقط للتذكير وباش نشوفوا شي حاجه على ارض الواقع ويسرعوا بخروج دوك الضحايا اللي كاينين تما. كما قلت لك حيتاش هاد الخرجه اللي درنا حنا اعلاميا ما عرفناش واش هي غتكون في صالح دوك الناس اللي كاينين تما ولا غتكون ضدهم. لهذا حنا يعني كنناشدوا ان اي مؤسسه عندها دخل وعندها باش تفيدنا تسرع الامر ديال اخراج دوك الضحايا. هادشي اللي كاين. شكرا وتحيه لكم على تغطيه هذه الوقفه الرمزيه اللي كتنظمها العائلات ديال الضحايا، المواطنين والشباب والشابات المغاربه اللي هم ضحايا ديال واحد العصابات اجراميه وعصابات مسلحه في المنطقه ديال ما بين الصين وبرمانيا وتايلاند وواحد المجموعه ديال الدول والفلبين. اولا جينا باش نعبروا على التضامن ديالنا والمؤازره ديالنا لهذه العائلات. ثانيا اللي جينا نعبروا على التضامن ديالنا مع هذا الشباب المغربي اللي كيبلغ ما بين 20 و 30 سنه من العمر ديالو، والمساله كتتعلق بعشرات الشباب ليس فقط واحد ولا 10، وانما كنظن على ان الوزاره على الاقل وصلتها 160 ولا 150 حاله من هذه الحالات، والتقديرات اللي كاينه هو انه على الاقل كاين 200 مغربي ومغربيه من الشباب اللي حاملين دبلومات وحاملين كفاءات واللي لقاو راسهم في يد هاد المافيات. هاد المافيات كتسخر مافيات اخرى اللي كتجي تتسوق هنا في البلاد وفي بلدان اخرى ماشي غير في المغرب، من اجل انها تادي الشباب لتما يمارسوا على اساس انهم غادي يمشيو ويشتغلوا وكيتعرضوا لهم في المطار وكيديوهم للوطيل ومن بعد كيديروا لهم الفيزات باش يمشيو للدوله فين بغاو لهم يمشيو، ولما كيوصلوا تما كيلقاو راسهم في يد عصابات مسلحه ومعزولين عن العالم، وكيتطلب منهم على انهم يديروا واحد العمل اجرامي الكتروني ولمده ساعات. كاين فيهم اللي كيشتغل 17 ساعه في النهار، سبع ايام في الاسبوع 17 ساعه في النهار، ولقاو راسهم في هذه الوضعيه. هذه احنا كنعلنوا على التضامن ديالنا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان مع هذه المواطنات وهذه المواطنين.